ممكن نتكلم حلول اقتصاديه نظريه كتيره قوي، لكن انا بتكلم حضرتك في ان المواطن شريك مع حضرتك مع الحكومه، وبالتالي الحكومه عليها ان تدرك، اي حكومه قادمه بعد اختيار رئيس الجمهوريه، انها تحط اولويات لده. الاولويات حضرتك، انا في تقديري وانا قلت ده في الحوار الوطني يا جماعه، الاولويات اقتصاديه وليست سياسيه، وانا استاذ سياسه. ليه؟ لانه الاولويه كانت وقتها واحنا بدانا كان الاقتصاد. النهارده لو حضرتك بتقول لي الاولويه لايه؟ هقول لحضرتك الامن والاستقرار للدوله المصريه. صحيح، ده اللي كان بسأله، كنت اساله بالظبط. عندك مهددات، وهذه المهددات انا اعتقد هي رقم واحد، وبالتالي احنا النهارده بنختار للمستقبل، بنختار للرئيس الذي يكمل مشروع ويستكمل المشروع الوطني للدوله المصريه ويحمي الدوله المصريه. الحمد لله الدوله المصريه بحدودها كامله لم تمثل بصوره او باخرى، حافظنا على الدولة المصرية طوال السنين الماضية. أكبر إنجاز للمرحلة السابقة هو أن أنت هتبني عليه في الفترة القادمة. المواطن عنده قدر كبير جدا من الذكاء أنه يتعامل مع هذه المهددات، وراهن دائما أستاذ محمد على ذكاء المواطن المصري. صحيح دكتور، أستأذنك أرجو أن تبقى معي. نذهب لهذا الخبر وتصريح رئيس حزب نور محمد إبراهيم منصور بأن الانتخابات الرئاسية التي بدأ اليوم التصويت فيها ظهرت بصورة جيدة ومشرفة تليق بمصر. أكد منصور أن الإقبال على التصويت يعكس تماسك الجبهة الداخلية للمجتمع المصري، ودعا جميع المواطنين إلى التبكير بالنزول والتأكيد على ضرورة استخدامهم لاستحقاقهم الدستوري. النهاردة بدأت الانتخابات الرئاسية 2024. الانتخابات بدأ بصورة جيدة، صورة يعني إن شاء الله لو استمرت على كده لحد 3 أيام هتبقى إن شاء الله تظهر مصر بصورة مشرفة، صورة قوية أمام المتربصين بها الذين يريدونها أن تستجيب لملاءتهم وضغوطهم. نحتاج إلى تماسك الجبهة الداخلية، والانتخابات صورة من صور التعبير عن تماسك الجبهة الداخلية، وذلك بأدعو الجموع المصريين للنزول لإذهاب أصواتهم في الانتخابات الرئاسية. أدعو الجميع للاستمرار في النزول، بل التبكير بالنزول، يعني ما ينتظرش اليوم الثالث ينزل النهاردة أو بكرة، يعني ما يتأخرش علشان نظهر هذه العملية الاستحقاق السياسي هذا بصورة جيدة تعبر عن قوة مصر وتماسكها في الجبهة الداخلية في مواجهة المتربصين بها الذين يريدونها أن تستجيب لإملاءاتهم وضغوطهم. ولذلك يعني حزب النور يعني الغرفة المركزية من أول لحظة وهي بترفع التقارير الجيدة عن أداء أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، بل وأداء الجماهير وإقبالهم على مستوى الجمهورية، ونتمنى الاستمرار والإقبال حتى ينتهي السباق الانتخابي. نعود للحوار مع ضيف العزيز هنا في الاستوديو الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق، يعني نتوقف أمام تصريح رئيس حزب النور بأن هذه الانتخابات تظهر اصطفاف المصريين وتماسك الجبهة الداخلية، أيضا الهاجز الخارجي هو الذي العنوان الرئيسي لهذه الانتخابات أم أن هناك ملفات أخرى؟ أستاذ محمد، إحنا مصر عندنا مناعة الدولة الوطنية بالتماسك المجتمعي، وده شيء بنحمد ربنا عليه. صحيح، في نسيج مجتمعي واحد، في تماسك، في نوع من الـ 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 الانضباط المجتمعي اللي بيقود إلى فكرة الاصطفاف الوطني خلف الأحداث. كل اللي حضرتك تقدر تقوله حجم التحديات والمخاطر اللي بتواجهنا المواطن البسيط بيشعر بيها. النهاردة الأحزاب بتشارك، وحزب النور طبعا بما يمثل من كتلة تصويتية كبيرة بالمناسبة، في جزء منه هو مرتبط بفكرة التعددية في الدولة المصرية. أنت النهاردة بتطرح تجربة تعددية ليبرالية في بيئة مختلفة. النهاردة زي ما كنت بقول لحضرتك أنه إحنا محتاجين إيه النهاردة؟ محتاجين إعادة ترتيب الأولويات، وضع ضوابط والمعايير للحياة السياسية في مصر. الرئيس القادم لمصر هيضع في تقييمه وتقديره للموقف اللي احنا فيه هو انه يرتب اولوياته. قد تسالني ايه اللي جاي من خطوات؟ يعني في قواعد قانونيه بتحكم المهام والصلاحيات، لكن النهارده هل سيكون في تغيير وزاري؟ بطبيعه الحال تغيير الوجوه مش تغيير السياسات، السياسات هتستمر استكمال انا في تقديري لما تم انجازه في المرحله السابقه. انت بتبني على ثوابت حقيقيه، عندك استقرار أمني، عندك استقرار سياسي، ما بين قوسين عشان الاستقرار السياسي يستمر لازم تفعل الحياة السياسية، لازم الأحزاب تعمل، لازم يبقى فيه تأكيد على ثوابت، لازم تدي مزيد من الحريات المطلوبة. النهاردة أنا هكون أمين مع حضرتك أستاذ محمد،
نحن لسنا في حاجة إلى شهادات حسن سير وسلوك، لا من الاتحاد الأوروبي ولا برلمان أوروبي ولا الولايات المتحدة، يعني لا نحتاج هذا. الدولة المصرية بمؤسساتها بمواطنيها بأجهزتها قوية. النهاردة مصر بتقف أمام مفترق سيناريوهات كثيرة قوي. أنت النهاردة حضرتك واقف في مواجهة المخطط الإجرام اللي بتقوم به إسرائيل في قطاع غزة تمام لوحدك. أنت كمصر كدولة رئيسة تعتمد على قوتك، القوة المصرية الكبيرة، تتكلم على القوة الدبلوماسية، تتكلم على القوة الخشنة قوات مسلحة، تتكلم على القوة الناعمة، تتكلم على القوة الذكية، كل أنواع القوة متوفرة ليك. خلينا أقول لسنا في حاجة إلى شهادات حسن السير وسلوك من أحد، لكن النهاردة في مواجهة أي تحديات ومخاطر إحنا بنعتمد على أنفسنا. الدولة المصرية واجهت الإرهاب بمفردها، ولم وطبعا حضرتك تعلم كيف واجهنا هذا. الدولة المصرية دفعت تكلفة كتيرة، أجهزتها دفعت تكلفة كتيرة عشان النهاردة ننعم بحالة الاستقرار السياسي والأمني، وكلنا عصرنا مرحلة كانت صعبة على الدولة المصرية، لكن الحمد لله الدولة بمؤسساتها كانت قوية ولا تزال، إن شاء الله هتفضل.